لقضاء عادل يقيني مبدئي. غير كده المتهم بريء. للأسف غير كده المتهم ربنا مكرمه. هي في قرينه موجوده زي ما قلنا ان في قرينه ما رفضتها، قرينه قانونيه، في قرينه بستقبلها بتاعتي حبيبتي عايزها. تقرير المعمل الكيماوي، انا عايز التقرير ده. التقرير ده قرينه قرينه انا عايزه. لان بيأكد حقيقة ان المتهم مريض، وان المتهم في جسمه صعب، وان المتهم هل المتهم مدان ولا مش مدان؟ لا انا نفيت الاتهام اساسا في اركان جريمه وانقذت الواقع مش تجارب الاكل. ولكن اقررت باعتراف ان المخدر وحمل السلاح ومصاب ومدمن ومخدر الشاطئ. يعني ايه محكمه جنائيه مصريه؟ يعني قاضي ربنا انعم عليه بصفتين نعمتين، رحمه لشخصه وعجز المنصه.